وقوله عز وجل قل هذه سبيلي وأدعو إلى الله، يكون التقسيم هكذا، إما أن يكون الداعي داعيا إلى الله فهذا محمود، وإما أن يكون داعيا إلى غير الله فهذا مذموم، وإما أن يكون داعيا إلى نفسه فهذا أيضا مذموم. فإذا قلت الحق فلم يقبل، إذا أرشدت إلى الخير فلم يفعل، فليكن غضبك من أجل أن الحق لم يقبل، لا من أجل أن قولك لم يقبل، لا، وإنما من أجل أن الحق لم يقبل وأن الخير لم يفعل. فهذه علامة وأمارة تعظيم أمر الله وتعظيم النفس.